يمناك لا عدمناك، تخدمك في كل يومك، لذا صارت ضحيه لكل الجراثيم والعدوى من حولك. كلنا نغسل ايدينا دائما، ونعتقد اننا نغسل ايدينا بالطريقه الصحيحه، لكن هل فعلا ايدينا نظيفه؟ اتيت اليوم لهذا المختبر لاختبر خمس طرق مختلفه في غسل اليدين، وارى نتيجه غسل كل مره. <applause> يعتقد كثير من الناس أنه يغسل يده بطريقة صحيحة. اليوم راح نبين لك وللمشاهدين الطرق المختلفة عند الناس إيش الطرق الصحيحة إيش الخاطئة. منها. أنا مستعد لوضع البكتيريا. <تصفيق> 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 وضعت على يدي شيء من البكتيريا الإيكولاي وأخذت منها طبعة ورغم البكتيريا الموجودة على يدي الآن إلا إني لازلت أراها نظيفة. <applause> هذا اللي تعتقده زي ما يعتقد كثير من الناس أن البكتيريا ترى بالعين المجردة. بدأنا طريقة الغسل الأولى وهي غسل اليد بالماء فقط. ثم طبعنا العينة وبعدها بقية الطرق بالماء والصابون خمس ثواني بالماء والصابون أربعين ثانية ثم بعدها المعقم الكحولي مرة خمس ثواني ومرة عشرين ثانية بكمية وافية انتهينا من تجربة خمس طرق من الغسل والتعقيم ووضع أثر اليد على الأطباق حنحطها في الانكيبيتر اللي هي الحاضنة وبكرة إن شاء الله نشوف النتيجة بعد 24 ساعة ظهرت النتائج هذه صورة البكتيريا قبل الغسل اليدين وهذه بعد الماء فقط وهذه بعد الماء والصابون خمس ثواني أما هذه فهي بعد غسل اليدين بالماء والصابون أربعين ثانية أما المعقمات الكحولية فهي بديل جيد إن لم يتوفر الماء والصابون والطريقة الصحيحة للمعقمات هي عشرين ثانية على كامل اليد بعد هذه النتيجة تذكر دائما أن غسل اليد بالماء والصابون لمدة أربعين ثانية هو أول طريق نحو الوقاية من الفيروسات والعدوى اغسل يدك دائما وعش بصحة